الأهلي المصري وكايزر شيفز الجنوب إفريقي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 17 من هذا الشهر. بكل تأكيد مباراة ستكون قوية ومثيرة. الأهلي يسعى للقب العاشر والثاني تواليا رفقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكايزر شيفز يسعى لمواصلة حملته والتي وصلت حتى المباراة النهائية. فهل ينجح في إقصاء الأهلي والتتويج بلقب الأميرة السمراء؟ الإجابة بكل تأكيد يوم 17 من هذا الشهر، ولكن دعونا نتحدث عن هذا النهائي والذي لم يكن متوقعا بالنسبة للكثيرين قبل انطلاقة هذه البطولة أو دور المجموعات تحديدا، والحديث أيضا عن تراخيص الأندية الإفريقية والشكل الجديد للبطولات الإفريقية في الموسم المقبل، وأيضا دوري السوبر الإفريقي في أوروبا. رفض الاتحاد الأوروبي دوري السوبر، ولكن في إفريقيا الاتحاد الإفريقي هو من يريد دوري السوبر. سعيد جدا بأن يكون ضيف اليوم كاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف الأستاذ سالم سعيد. سالم مرحب بك، مشرفنا ومنورنا اليوم في ملاعب سمراء. مرحب بك الزميل محمد، ومرحب بمشاهدي قناة الهلال. سعداء جدا بوجودك معنا. سعيد جدا. طيب، الأهلي المصري وكايزر شيفز الجنوب إفريقي نهائي خالف جميع التوقعات. خالف جميع التوقعات على الأقل من طرف واحد. فريق كايزر شيفز هو كان في التصنيف في المستوى الرابع في مرحلة مجموعات، وكنا قد أشرنا إلى أنه أندية المستوى الرابع في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أندية مميزة وستصنع الفارق. وقد كان يعني منها نادي الشباب بلوزداد الجزائري الذي تفوق على أندية مجموعته، وكان في مجموعته في فريق الهلال وفي فريق تيبي مازيمبي، هو اصطحب فريق سان داونز الجنوب إفريقي وتأهل معه إلى الدور الربع النهائي. كايزر شيفز لم نتوقع أبدا أن يتأهل مبدئيا من 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 مجموعته، رغم أنه هو فريق جنوب افريقي والكره هناك متطوره. هو ترشح على حساب فريقي بترو اتلتيكو الانغولي وفريق حوريه كوناكر القاني، الفريق القيني. القيني هذا الفريق الذي استعاد الكثير من بريق جيل السبعينات في السنوات الاخيره، وقدم كره مميزه واصبح حضورا في المحافل القاريه وفي المراحل المتقدمه. كان امر قريب جدا ان يتاهل كايزر على حساب هذين الفريقين العريقين واللي يملكان تاريخ قوي وحاضر ايضا قوي. بعد ذلك وصل كايزر إلى الدور ربع النهائي، فاز على سيمبا التنزاني بشكل قريب 4-0. سيمبا التنزاني قدم عروض رائعة في مجموعته، هو كان في مجموعة المريخ، وتوهمنا على الأقل بأن سيمبا سيكون هو تيبي مانزيمبي الكرة الإفريقية الجديد، على اعتبار أن هذا الفريق صرف عليه أموال رعاية، استخدم مدرب المريخ الفرنسي غوميز بمرتب يعادل 4 أضعافه اللي كان بيتقاضاه في فريق المريخ، عنده 10 محترفين، أقام دورة بدية، يعني كل الأمور كانت تشير إلى تيبي مازيمبي أمام نسخة جديدة من سيمبا، أمام نسخة جديدة من فريق مازيمبي عندما بدأ صحوته الحقيقية في العام 2007-2008. لكن بعد ذلك خسر برباعية، فاز برباعية كايزر شيفز، ثم خسر بثلاثية وترشح إلى الدور ربع النهائي. لحد هنا المفاجأة فيها منطق، لكن الله منطق هو فوز على الوداد الغير مستحق على الإطلاق. فاز 1-0 في المغرب وتعادل سلبا في جنوب إفريقيا في مباراتين كانتا أنا في تقديري يعني التفوق فيهم بنسبة تفوق 70% لمصلحة فريق الوداد الذي كان أغرب ولم يمتلك النجاح. يعني حتى فريق كايزر سدد تسديدتين في المباراة، وفريق الوداد أمطرت تسديداته مرمى فريق كايزر، يعني جانبت القائم واصطدمت أحدها في القائم وتصدى فيها الحارس الجنوب إفريقي. في النهاية فريق كايزر استطاع أنه يتأهل، ونموذج مثل هكذا مباراة حدث في الكرة الإفريقية كثير وحدثت لأنديتنا السودانية. ووصل فريق كايزر إلى النهاية، وده أمر كان غير متوقع على الإطلاق، على اعتبار أنه هذا الفريق لم يقدم المستوى المعمول. أنا في تقدير الوداد استهان بهذا الفريق، لأن الوداد في مرحلة مجموعات فاز على كايزر 4-0 في المغرب وخسر بهدف وحيد أمام جنوب إفريقيا في مباراة ما كانت يعني الفريق الجنوب إفريقي قدم مستوى جيد. فبالتالي فريق الوداد يعتبر نفسه عندما واجه فريق كايزر يعتبر نفسه أنه هو في حكم المتأهل، صحيح، مع المدرب التونسي الكبير فوز البنزرتي. لكن بعد ذلك فريق كايزر حقق المفاجأة، والمفاجآت الأمدي في كرة القدم ما أكثرها، والدليل بطولة الأمم الأوروبية يعني حبلة بالمفاجآت بشكل كبير جدا. فريق الأهلي وضح أنه هو وصل إلى النهائي بفك عدد من العقد ورد عدد من الثأرات التي تلقاها. فاز على سان داونز الجنوب إفريقي مدرب نادي موسيماني مدرب الحالي، ثم فاز على فريق الترجي التونسي سأر لخسارته قبل عامين. بالتالي وصل إلى النهائي سيلاقي فريق جنوب إفريقي وهو كايزر. في شكل وإن كان حتى الأهلي نفسه منذ دور المجموعات
لم يكن بالفريق المقنع بشكل كبير، وتأهل ثانيا عن مجموعة كان فيها المريخ، كان فيها المريخ وسيمبا. نعم الأهلي حتى في نهائي الأبطال أمام الزمالك لم يكن أفضل من الزمالك. صحيح. الأهلي لا يقدم كرة جيدة مع موسيماني لكن ينتصر، والأمر ده واضح جدا، وحتى في تشكيك في قدرات هذا المدرب، وكثرة التشكيك تأتي عندما يخسر. الأهلي قل ما يخسر، لكن عندما يخسر يبدأ الهجوم على المدرب وأنه الأهلي لا يقدم، لكن الأهلي ينتصر، يعرف كيف ينتصر بحنكة لاعبيه بخبرة الفريق التراكمية. الآن وصل إلى النهائي، يطمح إلى اللقب العاشر له في 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 مسيرته. أعتقد هو داري فك العقدة، يصل إلى أول نادي في القارة الأفريقية، يصل إلى 10. أصلا الأهلي في قارة أفريقيا الآن أصبح يقرد خارج السرب، يعني بعيد في عدد الألقاب من كل الأندية الأخرى بما فيه منده التقليدي الزمالك. أنا في تقديري مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت في نهائي النسخة الماضية كانت منعطف حقيقي للجيل الحالي لعبته. لو كان الأهلي قد خسر تلك المباراة لما كان وصل إلى نهائي النسخة الحالية. لكن الفوز في تلك المباراة من ثم الذهاب والتتويج بالسوبر الأفريقي، الذهاب إلى كأس العالم للأندية، أعطاه دفعة معنوية كبيرة. تداعيات الديربي وأثاره يعني، وهو ما يفسر ما يحدث الآن للزمالك. طبعا تخسر في نهاية دوري أبطال إفريقيا، أن تخسر في مباراة عادية في الدوري هناك الكثير من التأثيرات السلبية. فما بالك أن تخسر في نهاية دوري أبطال إفريقيا تحديدا. نشاهد كيف كان الزمالك يضم الفريق الأفضل على مستوى الأداء في إفريقيا، الآن لم ينجح في تجاوز دور المجموعات. والزمالك كان الأغرب للتتويج، والزمالك كان يحتاج هذا اللقب. نعم. الزمالك عندما توج بلقب كأس دور الأبطال 2002 تم إلغاء بطولة كأس العالم للأندية اللي كان مقرر في مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد. نعم. لم يحالفه الحظ، لم يصل، وصل إلى نهائي 2016 خسر بشكل غريب جدا أمام سان داونز بثلاثية هناك في جنوب أفريقيا، بالتالي ثم فاز بهدف وحيد في القاهرة. بالتالي الزمالك كان يحتاج إلى هذا اللقب، كان 18 عام وبعيد عن التتويج باللقب، ويحتاج إلى أن يذهب إلى كأس العالم في الأندية أسوة بالأندية الأفريقية الكبيرة، الترجي، سان داونز، مازيمبي، كل الأندية دي مشت كأس العالم، الزمالك لم يذهب إلى كأس العالم. بالتالي حوجة الزمالك الكبيرة للتتويج الأفضل من الأهلي، هدف الأهلي الثاني اللي فيه نوع من التوفيق بتاع أفشة. بالتالي يعني تداعياته لا تزال كما ذكرت الآن على فريق الزمالك، والتداعيات الإيجابية لا تزال الآن على الفريق الأهلي اللي بيمضي بشكل جيد. أنا في أمر آخر ساعد الأهلي، إنه لا يوجد حاليا نادي في القارة الإفريقية متميز بالشكل الكبير، يعني مثلا زي سان داونز في فترة ما، تيبي مازيمبي في فترة ما، أو الترجي في فترة ما، أو حتى الوداد. أنا في تقديري لو كان الوداد قد فاز على فريق كايزر شيفس لكان قد قلت إن الوداد هو المرشح للتتويج بلقب دور الأبطال بنسبة أكبر من ترشيح النادي الأهلي. طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني وجود كايزر شيفز الآن في المباراة النهائية، هل يعني بأنه الأهلي لديه فرصة كبيرة وحقيقية بشكل واسع جدا أنه يصل للقب العاشر، ولا من الممكن أن يواصل كايزر شيفز نتائجه الكبيرة ويتوج بلقب هذه البطولة؟ من الممكن أن يواصل كايزر نتائجه ويتوج. نعم. خاصة أنه مباراة واحدة. هي مباراة واحدة. صحيح. المباراة واحدة نسبة الحظ فيها بتكون أعلى. صحيح. فريق الأهلي سيكون متخوف من عنصر المفاجأة وخسارته أمام نادي بيحس إن هو في المتناول، هو زي كايزر، هم ليس الوداد وليس سان داونز وليس الترجي، وبالتالي هو شعوره بأن المباراة في المتناول يمكن أن يمثل إضافة لفريق كايزر الذي أيضا هو الآخر ممكن أن يفقد عنصر المفاجأة، لأن كايزر يعني وصل الآن إلى النهائي، الآن فعليا هو في النهائي، بالتالي عنصر المفاجأة الذي كان يتمتع به فريق كايزر قد اندثر نهائيا. الأهلي ممكن يحتاط إلى هذا الأمر، حنكة لعبته، المدرب موسيماني الذي يتطلع إلى لقب ثالث له، والثاني مع الأهلي، والثالث بعد أن توج مع سان داونز بلقب 2016. في معطيات كثيرة جدا بتخلي الأهلي أغرب، مع وجود حظوظ لفريق كايزر لا يمكن تجاهله، وعنصر المفاجأة الذي يمكن أن يستمر. طيب المباراة ستكون أشواط أصلية، لا وجود لأشواط إضافية مباشرة إلى ركلات الترجيح، يعني إلى أي مدى هذا المتغير ممكن أن يؤثر على المباراة نفسها، محاولة كايزر شيف مثلا لجر الأهلي لركلات الترجيح في النهاية؟ بكل تأكيد هو الاستماتة بشكل كبير جدا، ويعني توزيع اللياقة البدنية للعيبة على مدار التسعين دقيقة بالكامل، يعني هم ما حيحاولوا يبقوا شيء من اللياقة. صحيح. لأنه أي منتخب اجتهد أو فريق اجتهد بشكل كبير جدا على أنه يخرج المباراة متعادلة وذهبوا إلى أشواط إضافية خسروا في الأشواط الإضافية، لأنه بعد ذاك بيكون معدل اللياقة قد تدنى بشكل غريب جدا وكبير، بالتالي ممكن يحصل انهيار كمان. نعم. في الأشواط الإضافية، يعني منتخب الكرواتي عندما تعادل مع إسبانيا. نعم. وبذل مجهود كبير جدا في الدقائق الأخيرة وتعادل، ثم بعد ذلك انهار في منذ الشوط الإضافي الأول انهار بشكل بدنيا. في منتخبات ممكن ما تنهار، سويسرا. نعم. مثلا ما انهارت قدام فرنسا، بالتالي المعطيات واحدة، لكن
هذا يعني أن فريق كايزر سيقاتل بقدر كبير وسيلعب بشكل دفاعي، لأنه المحافظة على الشباك نظيفة أو المحافظة على التعادل طوال 90 دقيقة أسهل من المحافظة عليها طوال 120 دقيقة. طيب أريد أن أعود من جديد لبيتسو موسيماني، يعني البعض الآن يتحدث عنه في مصر باعتباره مانويل جوزيه الجديد في 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 الأهلي المصري، المدرب الذي يعني حقق الفوز بالعاشرة والآن بالتاسعة والآن هو قريب من الفوز بالعاشرة، يحقق نتائج كبيرة، يفوز على الترجي بثلاثية، يسير بثبات كبير جدا، عدد من اللاعبين الشباب بدأ يظهروا بشكل جيد جدا مع الأهلي مثل أكرم توفيق، مثل طاهر محمد طاهر، مثل محمد شريف، كلهم انتدابات جديدة ظهرت مع موسيماني بالشكل الكبير. والبعض الآخر يتحدث عن أنه يعني موسيماني كان محظوظا للحد الكبير، كما ذكرت أنت لم يكن الطرف الأفضل في مباراة النهائي أمام الزمالك، يعني ساعده الحظ في الكثير من المباريات، وبالتالي يعني لا يستحق كل هذه الضجة. يعني كيف ينظر سالم سعيد لبيتسو موسيماني؟ هل هو بالفعل مشروع مانويل جوزيه جديد الآن في كرة القدم في الأهلي المصري، أم مدرب ساعدته الظروف لكي يصل إلى هذه المرحلة؟ هو حتى الآن لا يمكن أن يصل إلى مستوى مانويل جوزيه، هو يمكن أن يصل إلى عدد الألقاب من حيث الأرقام، يعني ممكن يفوز بدوري الأبطال ما كورة، ويفوز بالسوبر ويصل إلى كأس العالم الهندي، يكون عنده 2 دوري أبطال 2 سوبر، يكون عنده ريكورد يشيل الدوري يشيل الكأس، يعمل ريكورد رائع جدا خلال مسيرته مع الأهلي. لكن ذاك فريق وهذا فريق، ذلك فريق كان ممتع جدا، كان فريق بيقدم عروض جيدة، كان فريق فيه إمتاع حتى على المستوى المحلي، كان فيه عناصر أكثر إمتاعا من العناصر الموجودة حاليا، كان في أداء في فريق الأهلي في تلك المرحلة، أيضا كان مرات بفوز بصعوبة، شاهدنا كيف فاز على الصفاقس بهدف في الدقيقة الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف تريكة الشهير في الصفاقس، خسر على ملعبه أمام نجم الأهلي الساحلي بثلاثية، يعني ما كان نادي خارق مثلا، لكن ذلك كان فريق مميز. وأنا أعتقد الفريق الأهلي بتاع مانويل جوزيه أنا في تقديري ربما هو أفضل جيل من 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 فريق الأهلي نفسه طوال تاريخ النادي، هو أصلا مسيطر على لا غلط، أنا في تقديري هو أفضل من الجيل حتى في الثمانينات. نعم. فمن غير الجائز أن أقارنه حاليا بجيل طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. نعم. واللعيبة الحاليين وموسيماني، خصوصا أنه ما في عروض. نعم. في نقطة مهمة، الأهلي مانويل جوزيه كان ممتع حتى محليا. نعم. الآن الأهلي محليا غير ممتع. صحيح. محليا نفسه غير ممتع ولا يؤدي بالشكل الجيد. هو ممكن ينتصر لكن لا يؤدي بالشكل الجيد. فريق فقط يعرف كيف يفوز. يعرف كيف يفوز. نعم. يعرف كيف يفوز. وفي توفيق برضو إنه خصومه غير جيدين. هو يواجه خصوم غير جيدين. دي النقطة المهمة. صحيح. طيب كايزر شيفز، يعني بهذا الفريق الكل يتحدث عن كايزر شيفز من النواحي الإدارية، فريق منظم، فريق يعتبر واحد من النماذج الموجودة في الاتحاد الأفريقي للأندية التي راغبة في الحصول على ترخيص الأندية المحترفة، ولكن يعني في السنوات الأخيرة صن داونز كان هو الفريق الجنوب أفريقي الوحيد الذي يظهر في الصورة. الآن كايزر شيفز يصل للمباراة النهائية، معروف أنه الدوري في جنوب أفريقيا دوري قوي جدا، دوري فيه الكثير من الرعاية من التسويق، أرقام كبيرة جدا موجودة في هذا الدوري على مستوى البث على مستوى التسويق. يعني هل بدأت الآن أندية جنوب أفريقيا تعطي اهتمام أكبر للبطولة الإفريقية دوري الأبطال تحديدا؟ وطبعا تعطيه اهتمام أكبر لاعتبار هذه البطولة التي تقودك إلى الوصول إلى نهايات كأس العالم للأندية والتواجد هناك والتسويق والرعاية وكله في كأس العالم للأندية. أندية جنوب أفريقيا، الدوري في جنوب أفريقيا أول تطور بشكل كبير من حيث الرعاية، 10 محترفين عندهم، دوري قوي، الأموال، البنية التحتية قوية جدا. دولة جنوب أفريقيا نفسها هي الدولة الأكثر تطورا في القارة ككل، حيث البنية التحتية ومن حيث الاقتصاد، فبالتالي الدوري عندهم هو الدوري الأكثر جذبا للأموال والرعاية، عندهم محترف، الدوري الوحيد اللي فيه محترفين من قارة أوروبا، يعني في السابق في محترفين في من قارة أوروبا في عدد من ألكسندر التوبيلي جاء احترف في نادي الترجي التونسي، لكن الآن في عدد صحيح هم ما لعيبة ما أسماء، لكن أن يأتي لاعب من قارة أوروبا ليلعب في قارة أفريقيا برضو ده في ظل الاحتراف والمفتوح حاليا في قارة أوروبا، ده برضو يؤكد إن الدوري في جنوب أفريقيا قوي. طبعا كرة جنوب أفريقيا بدأت مع أورلاندو، يعني أورلاندو في العام 95 عندما توج، بعد ذلك منتخب جنوب أفريقيا توج بكأس أمم أفريقيا، وحتى تحدث الفيفا بشكل موسع بأنه منتخب جنوب أفريقيا وفريق أورلاندو كان هو النواة الحقيقية لتتويج منتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم في عام 96 بعد فك الحظر عنه. صحيح. بتهمة العنصرية. بعد ذلك الكرة الجنوب أفريقيا ظهرت على السطح بشكل كبير عبر خلال عدد من الأندية، لكن لم تعرف كمستوى أول، يعني ما كانت مستوى حتى في مواجهتها، يعني المريخ تفوق على بلاك ستارز الجنوب أفريقي، الهلال تقريبا لاقى نادي. نعم. صن داونز نفسه لاقى أورلاندو. نعم. هزموا بربعية. فبالتالي ما كانوا أفضل مننا نحن، خليك من أندية شمال إفريقيا أو من الكونغو مثلا. نعم.
بالتالي ما كان كعبه معنا، لكن يبدو انه الدوري تطور عندهم بشكل كبير والرعايه، والان برز صن داونز يعني مثل ما كان هناك فتح للكره الجنوب افريقيه في العام 95 كان هناك فتح اخر في العام 2016 عندما اتى فريق صن داونز من بعيد، فريق كان خارج البطوله اتى وتوج باللقب، بعد ذلك ظهر كواحده من القوى الحقيقيه في القاره الافريقيه وليست في جنوب افريقيا. يمكن ان يكون وصول كايزر شيفز قد يكون غير مستحق، انا اتفق على هذا الامر للنهايه، لكن يمكن يكون بدايه لتالق عدد من انديه جنوب افريقيا وليس ولا يكون الامر حصرا فقط على فريق صن داونز، وممكن يكون هو صن داونز الكره الجديد، صن داونز الكره الجنوب افريقيه الجديد، يعني توج باللقب وبعد ذاك يمضي بشكل جيد. ما صن داونز نفسه في 2016 لم يكن يؤدي بشكل جيد، ظهر صحيح. في النهائي بشكل مفاجئ امام الزمالك وفاز بثلاثيه. نعم، بل البعض يتذكر صن داونز بخماسيته في الاهلي المصري اكثر مما يتذكر باللقب الذي حققه نعم ب 2016. وحتى موسيماني يعني ما جعله يظهر على السطح كمدرب كبير ليس فوزه باللقب وانما فوزه بخماسيه على الاهلي المصري، نعم. دبر قيمه الاهلي المصري الفريق الكبير. طيب يعني نذهب الان للكونفدراليه والنهائي المغارب الخالص، يعني الرجاء يحاول تعويض خروجه المفاجئ من دوري الابطال في مرحله الادوار الاولى، وصل للمباراه النهائيه وشبيبه القبائل الجزائري يعود من جديد للواجهه الافريقيه متخطيا القطن الكاميروني الذي ايضا حاول ان يعيد نفسه من جديد بوصوله الى الدور نصف النهائي، والرجاء تخطى بيراميدز. نعم، طيب ضربنا بنقطه بيراميدز، الاعلام المصري تحدث انه هذا النادي صرف يعني عشرات الملايين من الدولارات والمحصله صحيح لا يوجد لقب. انا اعتقد ده حديث غير صحيح. المحصله انه الفريق وصل الى النهائي في النسخه الماضيه، وصل النصف النهائي في النسخه الحاليه، ده امر سيء. صحيح، نعم صحيح، انا خلقت فريق باموال، لكن هذا الفريق الان اصبح متواجد ولديه اسم قاري حقيقي ومتواجد في المراحل المتقدمه ومنافس، بدليل هو خرج على يد من خرج هذا الرجاء. الرجاء هذا فريق يعني ريكورد بتاعه التاريخي كبير، نعم. جدا، فالامر ده ما فيه مظلمه بالشكل الكبير او مظنه لفريق بيراميدز. المساله انه يكون النهائي مغربي، شايف الانديه المغربيه مسيطره على مساله الكونفدراليه دي في السنوات الاخيره، الامر ده جاي من انه الكره المغربيه والانديه المغربيه ما متفقت في الانديه اللي بتمثل في الابطال، مثل الانديه المصريه يعني اهلي الزمالك، لا نحن عندنا انديه ثانيه صحيح ليست الرجاء والوداد، لكن هي افضل من الانديه المنافساها في بطوله ال- 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 الكونفدراليه، وبالتالي دي اكيد لك ان الدوري المغربي الان اصبح صحيح. دوري قوي جدا. فتح الرباط شارك فاز باللقب، نهضة البركان نعم شارك فاز باللقب، وهي ليست من انديه المقدمه، ليست من انديه المقدمه، انديه ما مصنفه الخط الاول فيرست يعني، بالتالي معناها عندما الكره متطوره بشكل كبير وبشكل قوي، وانا في تقديري يمكن الرجاء يكون هو الاقرب للقب بحنكه وخبره فريق الرجال، لانه نادي كبير صحيح بعيد من لقب الابطال له سنوات، لكن يمكن ان ينال لقب الكونفدراليه. انا شايف هو الاغرب، النجم الشاب الافضل في افريقيا حاليا سفيان رحيمي، نعم هو بيقدم في مستويات عاليه جدا، فريق الرجاء مستواه اعلى، وهو ايضا ممكن يستغل خروج ندو الوداد خالي الوفاض صحيح ليخرج متوجا بلقب في النسخه الحاليه. طيب ولكن يعني لا يجب ان نهمل الحديث عن شبيبه القبائل الجزائري. طيب شبيبه القبائل، نعم. انا اجيك لنقطه مهمه، نعم شبيبه القبائل ده عندما واجه المريخ هنا في 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 الدورة التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الفريق كان عايد للمشاركة بعد سنوات طويلة جدا من الغياب صحيح. كان فيها خلف الأضواء، لا توج بدوري ولا توج بكاس في الجزائر، وكان بعيد وكان في مركز وسط، يعني استلمت إدارة جديدة ضخت أموال، ظهر هذا الفريق على السطح بشكل جديد، واجه المريخ في نسخة 2019-2020، نعم المريخ خسر أمام هناك 1-0 وكان متقدم هنا 3-0، يعني الجميع اعتقد أن الفريق ده راجع من بعيد ولن يغوى نعم. على مقارعة المريخ اللي أصلا بيشارك بشكل سنوي، لكن الفريق عاد بهدفين سريعين في الدقائق الأخيرة، الكل يذكر هذه المباراة صحيح، وتألق ومضى بعد ذاك في البطولة نعم. وصل إلى مرحلة مجموعات ثم ودع، وكان مدربه في ذلك التوقيت فيلوت مدرب منتخب فيلوت نعم. الفريق ده عمل شنو؟ كانت دي النسخة الماضية 19-20، في النسخة الحالية 20-21 الآن هو أحد أطراف النهائي، يعني هذا الفريق بيعطينا بيعطي الهلال والمريخ درس في كيفية بناء فريق عايد من خلف الشمس. يعني شبيبة القبائل، أنت كنت تقول شبيبة القبائل، أنت بتذكر الثمانينات لحد منتصف 2005 صحيح. واحد من أقوى الأندية في القارة الإفريقية، فريق تيزي أوزو يعني كان صحيح. مشهور بتيزي أوزو، وفريق عريق جدا وكبير، قلت لي تتكلم على سنوات ماضية بتلقاه هو غير موجود صحيح. الآن هذا الفريق عاد في مشاركة 2019-2020، وصل مرحلة مجموعات 2021 أحد أطراف المباراة النهائية، نعم يعني ده أعتقد
يعني تميز كبير جدا صحيح. لفريق شبيبة الغبائل. لكن السنوات الماضية كلها لما نتكلم عن الجزائر بنتكلم عن وفاق الصيف، وفاق الصيف، اتحاد العاصمة، المولدية، كل هذه الأسماء، كل الأندية. هو نعم. كان وكأنه الشبيبة أعرق من كل هذه الأندية، أعرق وأفضل وأكثر تتويجا. نعم. وعنده 3 ألغاب في دوري أبطال، غير ألغابه في الكونفدرالية وكأس الكوس. هو النادي الجزائري الأنجح على صعيد البطولات، عنده أكثر من 7 أو 8 ألقاب قارية. نعم. يعني السودان كله ما فيه، فبالتالي ده نقطة مهمة جدا، أن النادي متميز ونادي كبير. شوف شبيبة الغبائل ده في الثمانينات ما كان بقل قوة عن الأهلي المصري. نعم. وعنده كان مواجهة شهيرة مع الجزائر، والتغى مع المورده ونادي الغبائل، ونادي قوي جدا ونادي عريق. صحيح. وكان الكل يهاب هذا النادي، وكان تطوره مع تطور الكرة الجزائرية في تلك. صحيح. الفترة. نعم. بعدك تراجع، يعني تراجع لعوامل كثيرة وأصبح خلف الأضواء، ثم عاد. ذكرت لك في مباراة المريخ، أنا أعتقد أنه من مباراة المريخ هذا الفريق في قبل 3 أو 4 سنين تعرض لعقوبة بسبب قذف حجر من قذف حجر في ملعب. نعم. في تعرض ملعب، ولاعب كاميروني توفي على إثر هذا الأمر. نعم. والنادي ده كان غير قادر على المنافسة المحلية، يمكن أندية العاصمة هناك الاتحاد والمولودية سيطرت. نعم. على الألغاب المحلية، وأصبح بعيد جدا، وبالتالي فريق الشبيبة عاد من بعيد وفرض نفسه. لكن أنا في تقديري في مجمل معطيات فريق الشبيبة أو فريق الرجاء، الكفة نحو فريق الرجاء. طيب، النهائي أيضا من مباراة واحدة، ولكن هذه المرة في بنين، يعني فريقان مغاربيان، والنهائي في قلب القارة الأفريقية وفي غرب إفريقيا، بنين. يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ البعض يتحدث الآن أنه يجب على الاتحاد الأفريقي أن ينتظر المباراة النهائية وينظر إلى الطرفين، وبعد ذلك يحدد الاستاد من أجل حضور جماهير، وإن كنا في زمن الكورونا أو بدأنا نوعا ما يعني بعض القيود تخف في كثير من الدول. والله حتى لو قبل الكورونا، لأنه السفر في القارة الأفريقية بعيد ومكلف. صحيح. على عكس القارة الأوروبية، أنت في أوروبا يمكن أن ترشح ملعب من بداية البطولة، تقول النهائي في مدريد بغض النظر عن طرفين النهائي. لكن في القارة الإفريقية، لأن القارة أصلا جغرافيا متسعة، ما هذه القارة الأوروبية، الطيران ما لا يوجد طيران مباشر بين كل الدول. أنت الآن الهلال والمريخ بيسافروا مرات بيعانوا لبعض الدول، لأنه ما في طيران مباشر لكل الدول، طيران مباشر من السودان لعدد محدود من الدول. صحيح. بالتالي الأمر صعب، ده للفريقين صعب. انت خليك للجمهور، الجمهور مساله مكلفه وصعبه. فبالتالي من الافضل يعني مثلا لما مسافر لايبيريا من الخرطوم لاديس، من اديس لنيروبي، من نيروبي لغانا، حتى بعد كده عشان يلقى خط يوديه لايبيريا بعدين. صحيح. يعني علميا كل ساعه طيران يجب ان تستغرق عدد من الساعات في الراحه للاعب. صحيح. ده مفروض الاعتدال. نعم. كان يلعبه بعد اسبوع يعني. صحيح. لانه المساله مرهقه كبيره جدا بالنسبه له. النقطه المهمه في الامر ده انه ممكن كان ينتظروا على الاقل عندما تصل البطولة الدور نصف النهائي، ويشوفوا المناطق الجغرافية القريبة. مثلا أنت. صحيح. عندك نادي مغربي ونادي جزائري، يمكن أن تلعب النهائي في تونس، يمكن أن تلعب النهائي حتى في دولة من أفريقيا السمراء، لكن تكون مجاورة. صحيح. على أساس أن يكون في تسهيل لمسألة حضور الجماهير، وإلا ممكن يكون في دواعي انتخابية غير معروفة أو أمور مستهزئة. نعم. إعطاء مثلا بنين. في وعد سابق في إحدى الحملات الانتخابية. طيب، يعني بدأ الترتيب الآن للموسم الإفريقي الجديد، والحديث الآن عن نقطتين، نقطة التراخيص، وأنه حتى جدول الترتيب قد لا يصبح مهم، قد يصبح العنصر الأهم هو أن يكون النادي حاصل على الرخصة الإفريقية. وما بعيد عنك الجدل الذي حدث في السودان في الفترة الأخيرة بخصوص اعتماد أهلي مروي أو إعلان تمثيل أهلي مروي، ولكن بعد ذلك تم سحب أهلي مروي وإدخال الخرطوم الوطني، والسبب كان أنه النادي الحاصل على الترخيص هو الذي سيكون مؤهلا للمشاركة إفريقيا في الموسم المقبل. يعني هذه النقطة بشكل عام، كيف ممكن أن تؤثر على المشاركة إفريقيا في الموسم المقبل، خاصة هناك بعض الدول قطعت أشواط كبيرة جدا مثل يوغندا، وأصبحت نموذج في تراخيص الأندية، والدول الأخرى لا تزال بعيدة ومن ضمنها السودان. طيب، هو الاتحاد ما قال أنا رشحت الأهلي مروي، هو قال أنا اعتمدت نتيجة الدورة الأولى. نعم. الأول والثاني في بطولة دوري الأبطال، والثالث والرابع في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي الثالث والرابع هم حي الوادي وأهلي مروي. نعم. الاتحاد لم يسميهم بمعنى أنه أهلي مروي سيمثل. بعد ذاك الكلام ده كان قرار من لجنة المسابقات إلى حين ذهابه إلى مجلس إدارة الاتحاد. نعم. عندما ذهب إلى مجلس إدارة الاتحاد وجدوا فيه إخفاق في ملف الأهلي مروي، حسب تصريح لسيد عز الدين الحاج، وأنا في تقدير هو شخص يعني موثوق وشخص يعني محل تقدير واحترام، على اعتباره رجل عنده باع طويل في مسألة التراخيص. أين أخطأ الاتحاد؟ أنا في تقدير الاتحاد السوداني لكرة القدم والأستاذ عز الدين الحاج كان يجب أن يخرجوا في مؤتمر صحفي يوضحوا الحقائق كاملة بالمستندات. نعم. عن استبعاد فريق الأهلي مروي وأن يحل محله فريق الخرطوم الوطني، لأنه الناس ما بقت بتتساءل عن فريق الأهلي مروي، هل فريق حي الوادي نيالة هو مطابق؟ نعم. هل مستنداته مطابقة؟ هل ملف التراخيص مكتمل؟
هل الهلال والمريخ نفس الملفات تراخيصها مكتملة أم هم مجامل عشان هم الفريقين الكبيرين؟ في نقاط مهمة جدا طفت على السطح، يجب أن كان أن يكون الرد ما يكون في نشرة إعلامية للاتحاد السوداني يقول لا تم اختيار الخرطوم بدلا من الأهلي المروي، وبعد ذاك الدنيا تقوم وتقعد وتحصل ضجة، والأهلي المروي يعتبرها تواطؤ من شخص عز الدين الحاجة اللي محسوب على الخرطوم الوطني طبعا، ده شيء أكيد. لكن يعني أنا لا أشك في أنه هو يعني قام بهذا العمل من أجل مصلحة فريقه الخرطوم الوطني، لا هو طبعا الشخص نزيه وله كل الاحترام. لكن النقطة المهمة خطأه أنه ما خرج في مؤتمر صحفي وما قدم التبريرات بشكل واضح للإعلام. الاتحاد السوداني كرة القدم في دورته الحالية الجبهة رئاسة شداد في 2017 بيعقد مؤتمرات صحفية بشكل دوري لأي موضوع إن كان، وموضوع زي ده مهم كان يجب هو أن يعقد له مؤتمر صحفي ووضحه بالمستندات التقصير اللي كان موجود حسب وجهة نظرهم من فريق الأهلي مروي، وأنه الهلال المريخ والهلال وحي الوادي لا مستنداتها مكتملة وجاء عليهم فريق الخرطوم الوطني. ده هو الخطأ بتاع لجنة تراخيص الأندية. النقطة الثانية أنه تأثير الأمر ده في المواسم القادمة سيكون إذا النادي ما عنده ملف تراخيص وما مستوفية سيلعب بشكل راتب جدا، إذا حس نفسه أنه وصل إلى مسألة عدد من النقاط بتضمن له أنه يكون في منطقة وسط نعم لا يهبط، ممكن بعد يعني أداؤه يكون متواضع، ممكن اللعيبة يسافروا، ممكن يحصل نوع من التواطؤ. صحيح. ما هو التواطؤ ده ما إلا أنه أنا أقبض قروش عشان نعم. أبيع الكرة، لكن صحيح. التراخي في حد ذاته نعم نوع من التواطؤ، يعني أنا ما عندي دافعية عشان ألعب المباراة دي أجي الثالث ولا أجي الرابع، لأنه أنا على الورق خارج بطولة الكونفدرالية، أنا النادي إكس أو واي مثلا صحيح. لكن عشان بالتالي أنا خارج بطولة الكونفدرالية ما مشكلة، أنا بعدها يبدأ النادي في التراخي، يبدو الصرف يقل، الاهتمام الإداري يقل، بعد ذاك في أندية أخرى تكسب نقاط في مواجهة هذا النادي قد تتسبب في هبوط أندية أخرى تتصارع مع تلك الأندية في من أجل البقاء في بطولة الدوري. نعم. فدي الحسابات الغريبة. نحن الآن النسخة حقت الدوري الممتاز بعد تسمية الأندية الممثلة أعتقد ستكون باردة في المراكز، السخونة صحيح. ستكون في اللغب اللي هو أصلا بين الناديين الكبيرين، وستكون في المقاعد الهبوط، لكن كان هناك صراع قوي جدا في مراكز بطولة الكونفدرالية. نحن كنا بنشاهد يعني مباريات قوية، هلال وبيض، الأهلي، الخرطوم الوطني، الأمل عطبرة، كان الصراع قوي جدا في المراكز المؤهلة لبطولة الكونفدرالية، وصراع لا يقل عن قوة الصراع على اللقب نفسه. وأنا في تقديري أنه كان ثالث بطولة الدوري الممتاز ده هو بمثابة المتوج الحقيقي لبطولة الدوري، صحيح. على اعتبار أنه يعني الفريقين الكبيرين هم مستحوذين على اللقب بإمكانياتهم المادية والإعلامية والجماهيرية وغيره، وثالث الدوري الممتاز هو البطل الحقيقي من بين كل الأندية اللي هي في مستوى يعني شبه واحد. لكن الآن نحن سنحرم من هذا الأمر، نشاهد النسخة الحالية ستكون رتيبة بالشكل الكبير، لكن بعد ده من المفترض للجنة التراخيص أن تخرج في مؤتمر صحفي وتوضح هذا الأمر، يعني عشان ما يحصل نفس اللبس في النسخة القادمة لبطولة الدوري الممتاز. طيب الحديث الآن أصبح كبير جدا عن تجديد من الاتحاد الإفريقي بخصوص مواضيع موضوع ترخيص الأندية تحديدا، وأنه يعني لن يكون النادي قادر باعتبار أنه ليس من النسخة القادمة إنما النسخة البعدية للمشاركة إفريقيا إلا لو كان مستوفي كل هذه الشروط. يعني دعنا من الحالة السودانية إلى الحالة الإفريقية بشكل عام، يعني هل ستصبح إذن دوري أبطال إفريقيا يعني محصورة في أندية معينة، أو هل قرر الاتحاد الإفريقي هذا القرار حتى يعني يعطي سند لفكرة السوبر الإفريقي والتي يرغب في رعاية الاتحاد الإفريقي نفسه بمشاركة 20 نادي فقط في هذا الدوري الذي يكون بين الكبار وبرعاية مالية كبيرة جدا؟ شوف هو نحن أنديتنا ذاتها بقت محاصرة بشكل كبير جدا، صح. أنت هسا عندك التقرير بتاع الاستادات بتاع قارة إفريقيا، صنف الاستاد واحد عندك في التصنيف هو استاد الهلال، وفي المستوى الثالث نعم. ما يستضيف المجموعات وما يستضيف نصف النهائي والنهائي ولا يستضيف تصفيات كأس العالم، يستضيف فقط الأدوار الإقصائية وتصفيات أمم إفريقيا. طيب ومباراة السيدات أيضا. إذا جيت تحدثت عن إنه الملاعب الثانية خارج الخدمة، يعني أنت ممكن تصفيات كأس العالم تلعبها برا. أيضا الأندية محاصرة بمسألة التراخيص. فعليا نحن في السودان قد نجد نفسنا خارج منظومة الكرة الإفريقية خلال عامين إذا ما تداركنا هذا الأمر. مسألة تراخيص أندية ومسألة إجازة حقت ملاعب، لأن يعني أنت ممكن يكون تراخيص الأندية ما جزء منها الملاعب، أنك أنت بتقدم أنك أنت عندك ملعب أو تسمي الملعب أنت تلعب له. يعني المريخ الموسم الماضي سمى ملعب استاد الهلال، الأمل عطبرة سمى ملعب استاد الهلال. قد لا تجد هذه الأندية ملعب تسميه أيضا نعم.
للمشاركه دي نقطه. كان معنا ولمس باشمهندس الدين الحاج وسالته من حي الوادي والخرطوم الوطني بخصوص الملاعب، قال لي الاثنين سموا ملعب شيكان في الأبيض سواء كان الخرطوم او حي الوادي نياله، وقال لي هو الملعب مجاز من قبل الاتحاد الافريقي لكن في زياره حتتم من اجل اعتماده للموسم المقبل. ملعب شيكان ما ظهر في التصنيف بتاع يعني ممكن يكون كلامه ده انه هو ممكن يتلعب فيه بس مرحله الدور التمهيدي والدور 32 بعد ده هيلعب وين؟ مقرر اللجنه حيكون شنو؟ نعم هو ذكر في زياره حتى تكون في زياره ما بعدين احنا منتظر قرار يعني صحيح. ممكن اللجنه تقول لا فعلا. طيب دي النقطه المهمه، هم طبعا دار يلعبوا هناك عشان ما يحصلوا على سند جماهير على اعتبار انه جماهير الخرطوم اصبحت يعني ما بتخش الملاعب يعني صحيح. ولا تدعم الانديه بشكل كبير. نعم. يمكن جماهير الولايات شاهدنا في سفر الهلال لأبو حمد والمريخ لحلفة شاهدنا الحشود الجماهيرية صحيح. الكبيرة جدا. طيب هم دار يستفيدوا من العنصر ده. النقطة الثانية الأندية نفسها واستيفاء لملف التراخيص ده ممكن يكون نقطة مفصلية مهمة جدا لفريقين كبيرين زي الهلال والمريخ الذين قد يكونا خارج المنظومة في السنوات القادمة إذا لم يستوفوا الملف بالشكل الكامل. شوف الكاف تساهل في مسألة الملفات لأنه عارف الدول الإفريقية وإمكانيات المالية هي ليست آسيا وليست أوروبا صحيح. يعني في الوضع الاقتصادي متراجع في عدد كبير من الدول الإفريقية واقتصاديات الأندية نفسها متراجع. دي النقطة. النقطة الثانية ممكن الكاف يستبعدنا من دوري الأبطال ونشارك في الكونفدرالية. يعني الآن الأندية الكويتية لا تشارك في دوري أبطال آسيا صحيح. تشارك في كأس الاتحاد الآسيوي، بالتالي أنت حتكون رجعت خطوات إلى الوراء إلى الخلف بشكل كبير جدا. هلال والمريخ في الكونفدرالية والأندية الثانية ما مشاركة، بدل ان تكون هلال والمريخ في الابطال والانديه وناديين اخرين في الكونفدراليه، لا انت رجعت خطوات يعني متعدده الى الخلف. دي نقطه المهمه. الامر الاخر انا في تقديري انه الهلال والمريخ بما يقدموه حاليا وبعدم اجازه ملفاتهم بالشكل العلمي الصحيح قد لا يكونوا ضمن منظومه بطوله السوبر الافريقي ان قام بعد سنتين يعني. نعم. رغم الجماهيريه الكبيره رغم ان الكاف شوف رغم ان الكاف في تقاريره بيصنفهم العملاقين، في اي تقرير لو دخلت في موقع الكاف صحيح. بتلقى الحديث عنهم بكثير من الايجابيه، بالتالي هم عندهم وضعيتهم في القاره الافريقيه ليس في ذلك شك، لكن اذا لم يتداركوا هذا الامر انا اقول قد يعني ما احسم الشكل الامر بشكل قاطع قد يجدوا نفسهم خارج منظومه البطولات بطوله السوبر الافريقي. في نقطه مهمه برضه، انت عندك تراجع في قيمه المحترفين والتعاقدات يعني لم يعد الهلال والمريخ يجذبوا عدد من المحترفين بقيمه عاليه او اسم افريقي معروف عشان ما الكاف يكون مجبور على اساس انت تكون من ضمن ال 20 انديه. يعني الكاف لو قام حصر الانديه ولقى ما عنده 20 انديه 20 نادي بشكل لديهم اسمهم وملفاتهم مكتمله ممكن يدخل الهلال والمريخ، لقى ما حيدخلك، حيستبعدك بموجب النقاط وبموجب التقصير المنك انت صح. التقصير المنك انت. بطولة السوبر الإفريقي نعم. هو ممكن أنا أعتقد بعد فشل بطولة السوبر الأوروبي إلى حين يعني ما أقول فشل بشكل كامل تبقى صعبة شوية. نعم. رغم التصريحات من قادة موجودين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رغم التصريحات ستتم برعاية الاتحاد نفسه. هو شوف أنت تصفية كأس العالم أجلتها بسبب كورونا يعني المسألة أنا في تقديري صعبة ما سهلة يعني أن تقام البطولة. لو ما كان جات جائحة كورونا ممكن كان الأمر يكون السنة الجاية والبعد الجاية، لكن في ظل وجود هذه الجائحة أنا أعتقد الأمر شوية صعب. فكرة البطولة نفسها ما أنت كنت تقول بطولة السوبر الإفريقي أنت طوالي هيجي على ذهنك الأندية الكبيرة في شمال إفريقيا وجنوب الغرب، يعني هتقول مصر تونس الجزائر المغرب الكونغو جنوب إفريقيا، تتحدث عن أندية هذه الدول أول هذه الدول تتحدث عن جائزة مالية كبيرة جدا 20 مليون يورو. ما أنت ما ممكن تجي تقول الأندية الكبيرة دي أقول المسافات الجغرافية نفسها ما بين الشمال والجنوب يعني مسألة هائلة جدا يعني ما زي قارة أوروبا. نعم. إذا أنت اتحاد أغنى منك أنت عشرات المرات الاتحاد الآسيوي قام بتقسيم بطولته إلى شرق وغرب، الآن بطولة دوري أبطال آسيا شرق وغرب وأندية الشرق تصل بطلة يصل إلى النهائي مع أندية الغرب يصل إلى النهائي، الآن الأندية السعودية واللي هي مجازة في دوري الأبطال والإماراتية وقطرية والإيرانية وأوزبكستان دي أندية الغرب مع هناك كوريا واليابان والصين وما يتلاقوا في الأدوار المجموعات ولا في الأدوار الإقصائية الأولى غريبا إلا في المباراة النهائية لمسألة البعد الجغرافي. يعني ممكن نادي من اليابان يجي يلعب مع نادي من السعودية في دوري موحد لأنه يعني مسألة جغرافيا المسألة بعيدة جدا. فإذا كان الاتحاد الآسيوي بكل إمكانياته والدول الآسيوية أغنى كثيرة من الدول الإفريقية أعتقد مسألة تطبيق الدوري في قارة إفريقيا
يعني طيب على الاقل في الى الان صعب. الحديث كان من الثلاثي الذي يقود هذه المساله يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونه، انه العائدات الماليه للاتحاد الاوروبي وللبطولات الاوروبيه لم تعد مجزيه، بالذات بعد الخسائر الكبيره التي تعرضت هذه الانديه في 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 جائحه كورونا. يعني هل فكره الاتحاد الافريقي الان هي فكره تسويقيه اكثر من 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 فكره فنيه، قد يلجا لشركات لرعاه من اجل ضخ هذه الموارد الماليه الكبيره، لانه مباراه مثلا ما بين الاهلي والترجي كل موسم، ما بين الوداد وما ميلودي سان داونز، ما بين الهلال والمريخ افريقيا، بكل تاكيد ستكون مباراه جاذبه جماهيريه للحد البعيد. هو بكل تاكيد، لكن برضه نجاحها لانه مكلف، لانه مساله السفر والغيودات حقت الفحص بتاعت كورونا. نعم. السفر لم يعد كما السابق يعني بعد كورونا، يعني مع اللقاح والحاجات، مع اللقاح معلش برضه صعب يعني برضه انا في تقديري صعب. مساله الطيران 20 دوله حتكون متناثره في القاره الافريقيه، الرعايه هل ستكون مجديه غير مجديه؟ حتى الان حتى لو كانت الجائزه 20 مليون يورو، مساله صعبه جدا في قاره افريقيا، على الاقل في العام الحالي في العام القادم او بعد القادم. ممكن هي تكون فكره مستقبليه مع تطور الاقتصاديات في دول عدد من الدول الافريقيه وتطور ايضا خطوط الطيران في القاره الافريقيه. طيب يعني هناك حديث يعني يدور همسا في بعض الاحيان ويدور جهرا في الاحيان الاخرى حول كاس الامم الافريقيه، الحديث الان عن انه قد تنقل الى مصر، يعني هل من الممكن ان يكون هذا الحديث صحيح؟ هل هناك مشاكل في الكاميرون في تجهيز الملاعب والاستعداد من اجل احتضان البطوله الافريقيه مطلع العام المقبل؟ هو في حديث زي كده، لكن هذا الحديث غير اكيد. والذي يدعم هذا الحديث هو تاجيل القرعه نفسها. نعم، ان القرعه نفسها اجلت، والقرعه تاجيله بسبب جائحه كورونا، اعتقد ده كلام يعني صحيح. ما سليم، على اعتباره القرعه دي ما ممكن تكون افتراضيه صحيح. ما الا بالحضور. نعم. يعني هي ما مباراه. تأجيل القرعة وبعض التقارير الصحفية تدعم هذا الحديث، سواء ذهابا لمصر أو ذهابا إلى دولة أخرى، وعدم جاهزية الكاميرون لها. الكاميرون كان مفروض تكون في 2021 في شهر يونيو، في يناير بعد ذاك جابها يونيو، بعد ذاك ودوها يناير 2022. يمكن أن يكون هذا الأمر، خصوصا أن الكاميرون أيضا لديها مشاكل حقيقية في مسألة البنية التحتية. صحيح، بكل تأكيد ننتظر ونرى. سالم سعيد الناقد الرياضي المعروف، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في فقرة التحليل في ملاعب سمراء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.